السلام عليكم. نكمل بقى الجزء بتاع عناصر الجودة اللي ابتديناه في المرة اللي فاتت، وقلنا ان احنا عندنا فيه مدخلات، ومدخلات بعديها سلسلة اجراءات، وبعدين مخرجات. قلنا ان انا عندي المدخلات هي كل المعلومات عن المنشأة الطبية اللي انا هتعامل معاها، او اللي انا هستخدمها واشوف معايير الجودة فيها. قلنا ان انا عندي المدخلات دي بتشمل المعلومات اللي انا هدخلها، اللي هي معلومات مالية، موارد مالية، بنية اساسية، موارد بشرية، وكمان نظم العمل. والمعلومات دي انا ببتدي اخدها وببتدي اعمل بيها سلسلة خطوات، او بنسميها اجراءات، اللي هي اجراءات بقى التعامل مع المرضى. يا ترى انا هستعمل المكان ده او المركز ده في تقديم انهي خدمة صحية، ويا ترى ازاي هحفظ الملفات، هعمل فحوص مخبرية عاملة ازاي، هبتدي اشوف المكان محتاج علشان يدي اعلى درجات الخدمة وتميزها. طب ازاي اعمل اجراءات تخلص من نفايات؟ طب ازاي ابتدي اسجل بيانات المرضى؟ هي دي الخطوات اللي انا باخدها من المعلومات اللي انا دخلتها عن المبنى او عن المنشأة اللي انا اتكلمت عليها. ثالثا في المخرجات، قلنا ان انا عندي المخرجات بتاعتي هي ايه. المخرجات بقى هي نواتج العملية اللي بتعكس بقى كفاءة المكان، والمؤشرات الفعلية للخدمة، ومدى العائد منها، ومدى فايدتها، ومدى أدائها. هو ده اللي أنا هاخده من المخرجات. يعني أنا دخلت معلومات عن المنشأ الصحي، دخلت المعلومات دي وابتديت أخد سلسلة خطوات عمل وإجراءات في المكان ده، تمام؟ يعني زي ما قلنا ابتديت أشوف إيه الخدمة اللي هيقدمها، طب هيقدمها إزاي، طب إيه المعائم اللي محتاجها، أو إيه المختبرات اللي محتاجها، طب إزاي هعمل تسجيل لبيانات المرضى، ازاي هتخلص من نفايات، ازاي هعمل منع للعدوى، وهكذا. طيب بناء على الاجراءات والخطوات دي انا اقدر في الاخر اخد بقى النواتج. النواتج دي ان انا هقدم الخدمة بصورة عاملة ازاي، يا ترى في ارضاء للمرضى، يا ترى في ارضاء للناس اللي بتشتغل في المكان، تمام؟ يعني الناس اللي بتشتغل في المكان عاجبهم المكان ولا ناقصهم حاجة، مرتاحين وهم بيشتغلوا ولا في مشكلة في الشغل. طب يا ترى الناس اللي بتاخد الخدمة بقى او بتتلقى الخدمة مبسوطين من المكان ولا ناقصهم حاجة. طب يا ترى المردود على الحالة الصحية بتاعت المرضى ده ايه، يا ترى فعلا كل اللي بيخش المنشأة الصحية دي بياخد الخدمة الصحية على اكمل وجه وكاملة ولا ناقصها حاجة، يا ترى ابتدى فعلا يبقى فيه خفض لمعدلات المشاكل الصحية اللي بيقدمها المكان ده ولا لا. مثال المركز الطبي، برضو المركز الطبي احنا لسه قايلين هيبقى مسؤول عن التطعيمات لحديثي الولادة، فهل ده هنشوف كده مكان زي بنها، طب وطبعا المراكز اللي حواليها، طيب هل فعلا ابتدى يبقى فيه حد من انتشار الامراض الوبائية ولا لا؟ طب هل في مشاكل في تقديم خدمة التطعيمات دي لكل الناس، يعني كل الناس بيوصلهم الخدمة ولا لا؟ كل الناس فعلا بتتلقى الخدمة على اعلى وجه ولا لا؟ طب هل في نواقص في التطعيمات اللي موجودة في المكان ولا كلها موجودة؟ تمام؟ طبعا ده زي ما احنا بنقول بيبقى ناتج للعملية اللي انا بقوم بيها عشان ابتدي احط عناصر الجودة، علشان اضمن ان المكان يقدم الخدمة او الرعاية التمريضية باعلى مستوى واحسن اداء واعلى جودة، لازم يبقى فيه ليا عناصر الجودة اللي انا بتكلم عليها. عناصر الجودة اللي هي متكونة من ثلاث حاجات، ايه هما؟ مدخلات، يعني معلومات عن المكان، تمام؟ وبعد كده خطوات للعمل وإجراءات مناسبة للمكان ولعمل المكان، وبعد كده النواتج اللي بتنتج من
الايه تقديم الخدمه ومدى رضاء الناس اللي بيشتغلوا في نفس المكان، ومدى التغيير اللي هيحصل على المكان من تقديم الخدمه التمريضيه او الخدمه الصحيه على اعلى مستوى، ومدى رضاء اللي بياخدوا الخدمه عن المكان. يبقى الناس اللي بيشتغلوا لازم يكونوا راضيين، الناس اللي واخدين الخدمه لازم يكونوا راضيين، مستوى الصحي للمكان لازم يكون فيه تغيير. ده اللي احنا بنقول عليه الايه الاجراءات او العناصر بتاعه الجوده. طيب بعد كده بيبقى فيه خطوات تقييم، زي ما احنا بنقول كده خطوات تقييم جودة الرعاية الصحية. احنا اتفقنا لو ما فيش تقييم للرعاية الصحية انا مش هعرف مستوى الاداء بتاع الخدمة الصحية. طيب لو ما فيش برضو تقييم لجودة الرعاية التمريضية مش هيبقى فيه تحسين للمستوى بتاع الخدمة، زي ما اتفقنا في المحاضرة اللي فاتت. قلنا لو انا بشرح مادة وبقولك ما عليهاش ولا درجات ولا عليها امتحانات، لا حد بيحضر ولا هيقرا ولا هيذاكر الماده، زي التربيه الوطنيه كده اللي كنا بناخدها ايام ثانوي، صح؟ في حد كان بيذاكرها؟ في حد كان بيقراها؟ في حد كان بيهتم بالحصه بتاعتها؟ لا. ليه؟ لان مفيش متابعه. يبقى بالتالي المتابعه دي مهمه جدا، ومن هنا حطينا خطوات تقييم جوده الرعايه التمريضيه. خطوات التقييم دي بتشمل 4 خطوات رئيسيه. احنا اتفقنا علشان نقيم رعاية او خدمة تمريضية او خدمة صحية مقدمة لازم يبقى فيه معايير، لازم يبقى فيه معايير انا بقارن على اساسها او بقيم على اساسها، ولازم يبقى فيه جمع للمعلومات الايه اللازمة لايه لاتمام العملية بتاعة التقييم. طب بعد كده لما يبقى عندي معدلات ومعلومات عن الخدمة المقدمة في المكان، هبدأ أقارن المعلومات بالإيه؟ بالمعايير. هشوف بقى المعلومات اللي أنا حصلت عليها والمعايير اللي احنا حاطينها علشان نقول إن المكان ده يؤدي الخدمة بصورة جيدة أو بمستوى مقبول، وببدأ أقارن المعدلات والمعايير بالايه بالمعلومات اللي انا جمعتها. وبعد كده ابدا اشوف بقى الخدمه المقدمه بتاعتي عامله ازاي، هل هي ستاندرد مستوى مقبول، ولا هي هاي ستاندرد بقى مستوى عالي كده وجميل ومتميز وممتاز، ولا هو مستوى قليل. يبقى انا عندي بالتالي هنا انا اقدر اشوف بقى انا الاخبار عندي عامله ازاي، وببدا اشوف ايه النواقص اللي عندي وابدا اظبطها. هو ده اللي بيشمل عليه التقييم بتاع جودة الرعاية. يبقى أنا بحط معدلات، بجمع معلومات، بقارن المعدلات والمعايير اللي أنا حطيتها مع المعلومات اللي أنا جمعتها عن المكان، وببدأ أشوف